عسلامتكم، مرحبا بكم تلمذ باك 2024. اليوم باككم ابدا. تصور انت في سباق متاع جري باش تجري، يعني في سباق الجري انت ملتزم معناها بالقانون، اكروبي تستنى في ضربه الانطلاق، لكن وقت اللي صارت ضربه الانطلاق من الحكم انت بديت باش تجري، لكن في نفس اللحظه تعدى واحد بجنبك بسرعه كبيره. هذاك الفرق ما بين تلميذ دونك ما قرا حتى شيء عطله كامله، وتلميذ بيان سور اقرا شويه شويه في فك العطله هذيك، دونك حذر روحه. دونك هنا السباق مش باش يكون متكافئ ما بين التلامذة الزوز. دونك الحاجه الثانيه اللي مهمه برشا برشا هي معناها التلميذ المتميز كيفاش يتميز. صحيح التلميذ المتميز يتميز بالخدمه نتاعو، لكن مش بالخدمه برك، مش بالخدمه البرك اللي التلميذ يتميز. التلميذ يتميز كيف يكون عامل خطه عمل، عنده خطه وعنده طريقه يقرا بها، وكالخطه هذيك والطريقه هذيك معناها يواصل بها، يكون بطبيعه واخذها من عند اساتذه متميزين دونك، ويواصل بها عام كامل ويحضر بها دروسه معناها ويتبعها كوم يلفو من اول العام لاخر العام دونك. وتلميذ اخر يبدا يقرا كيما جات، مجهود برشا، قرايه برشا، ولكن النتائج ما ثماش. يجي في الدوفورات يلقى اعداد خايب. علاه؟ على خاطر مره هو مثلا ثلاث جمعات يحضر في مات، جمعتين يحضر في فيزيك، وما عندوش حتى خطه نتاع ولا طريقه نتاع عمل واضحه. هذاك بطبيعه يضيع برشا وقت، يضيع برشا مجهود، لكن ما ثماش مردود، ما ثماش نتائج. والاخر لا، معناها خطة ثابتة، طريقة واضحة، يحقق نتائج متميزة. كانت عندي تجربة متميزة مع منصة لسينا العام اللي فات في باك 2023. دونك برشا تلامذة وأكثر حتى من 40% تحصلوا على مونسيون تري بيان، دونك وبرشا زادة تحصلوا على مونسيون بيان. إن شاء الله ربي يوفقهم، وإن شاء الله يكون عليهم توجيه متميز، وربي إن شاء الله ينجحهم في مسيرتهم، وإن شاء الله زادة العاقبة لكم أنتم زادة تعملوا حاجة باهية مع منصة لسينا. السنة في 2024 حضرنا لكم عرض باكنا 2024. دونك في عرض باكنا 2024 على منصة لسينا، هو عرض كما نقولوا احنا دسم، فيه برشا حاجات مهمة. دونك الحاجة الأولى واللي بطبيعة تميز منصة لسينا هي الحصص المباشرة. دونك في الحصص المباشرة أول حاجة باش نبدأ بها هي معناها الأستاذ المتميز باش يعلم التلميذ طريقة الخدمة، كيفاش يعمل برنامج للخدمة. هذه أول نقطة، أول حاجة ساعة باش يوريه طريقة الخدمة وبرنامج وكيفاش يعمل برنامج للخدمة. الحاجة الثانية باش تقع عملية ربط ما بين المعلومات اللي عندك باش يفكرك فيهم، باش يعمل لك ريفيزيون للبروغرام متاع التروازيام، وكالمعلومات اللي عندك في التروازيام باش يربطهم بالكاتريام، وتقع بطبيعة الانترودكسيون في حصص مباشرة. شنية الحصص المباشرة؟ هي حصص كأنك تقرأ معناها حاضر معاه في القسم، ما بين الأربعة والخمسة حصص في الأسبوع على مدى عام كامل. دونك في الحصص المباشرة هذه باش تسأل الأسئلة متاعك، باش يزيد يفسر لك، يصلح لك تمرين. دونك حصص مباشرة تعاونك برشا برشا وما تخليكش معناها تتعطل. بعد ما تكمل الحصة باش تلقى يعني التسجيل متاع الحصة هذه باش تلقاه على البلاتفورم موجود، كيما باش تلقى زادة الدروس اللي باش تقراها من الكل في عام كامل، الدروس مع التمارين بالإصلاح متاعهم بجودة عالية. يسوفي تكليكي تدخل لأي درس تحب عليه وتدخل تخدم الإكزاسيس اللي تحب عليه. نجمت تحل الإكزاسيس، ما نجمتش باش تلقى الإصلاح متاع التمارين، وتلقى دروس بتبيع في شكل دي فيديو بتبيع باش تتفرج فيهم وتفهم بيهم. ممكن ثم حاجة غابت عليك في الحصة، معناها وقت اللي أنت تقرأ في الليسي، دونك تعاود ترجعها وتعاود تزيد تفهمها. دونك كلهم هذوما سو فورم دو فيديو. باش تلقى دي كويز ودي كيو سي ام باش يذكروك في حاجات ممكن نسيتها. باهي، مع هذا الكل ممكن انت تحل في اكزرسيس مش موجود هو على البلاتفورم، اكزرسيس انت عندك انت في اي سيري ما انا دبرتها، تحل في اكزرسيس وعندك كيستيون ما نجمتش تجاوب عليها، بتبيع تبعث لنا الكيستيون نتاعك مباشرة وتتلقى الجواب. إذا كان الجواب يطلب وقت دونك يعطيك موعد يبعث لك فيه الجواب، وإذا كانت الجواب ما يطلبش وقت يجاوبك معناها بريسك انستونتانيمون على كل كيستيون تاعك باش أنت ما تعطلش، يعني ما تبقاش جمعة كاملة تستنى في السيونس باش يجاوبك، لا يجاوبك انستونتانيمون. دونك هذايا بالنسبة للحصص المباشرة، بالنسبة كيف للدروس باش تلقاهم كلهم موجودين، وكيف الحاجة الأخرى اللي أكدت عليها واللي مهمة برشا هي أن تتعلم معانا كيفاش
معناها تحضر دروسك، كيفاش تراجع دروسك، وكيفاش تقرأ على مدى عام كامل. دونك من الحاجات القوية برشا اللي موجودة في منصة لسينا هي المرافقة النفسية والتأطير، اللي هو باش يكون تقريبا أسبوعيا، يعني كل أسبوع باش يتصلوا بيك باش يكلموك دونك باش يشوفوا شنية مشاكلك بالطبيعة في كل المواد. يعني الواحد ساعات يبدأ ساكت، التلميذ يبدأ ساكت، وبعد في آخر العام نفيقوا اللي هو معناها عنده برشا مشاكل وما يتكلمش. لا، احنا باش نكلموه، باش نتصلوا به ونكلموه ونسألوه كان عنده اي مشكله في ماتيار من الماتيارات وعنده ضعف في بعض الماتيارات، دونك باش نرافقوه وباش نحاولوا نحلوا له المشكله ديك بالتنسيق مع الزملاء الاساتذه باش يحلوا له المشكل اللي هو فيه. وهذه راهي نقطه مهمه برشا برشا عند التلامذه، خاطر التلميذ ينجم معناها يضيع لي نوت، ما ياخذش اعداد باهيه لقله المرافقه ولقله التاطير. دونك هذه نقطة باش نسروا عليها مليح مليح. الحاجة الأخرى باش نحاولوا نعملوا كرياسيون تاع إسباس بيان سور فيرتوال أون لين. دونك الإسباس هذا إيش باش يقع فيه؟ باش يقع فيه إذا كان التلميذ يحب يعمل مراجعة أون لاين، يعني مراجعة على مع مثلا ثلاثة تلامذة واحد أخرين، ما أكثرش من جروب دو كات، يكونوا تقريبا في نفس المستوى يراجعوا مع بعضهم. سي تري امبورتون، دونك كل انتراكتيفيتي. ساعات أنا نفيق أنه مثلا ساعات تلميذ سأل سؤال نلقى زميله بعث له الجواب، ونلقاهم أكتلامذة هذوكم تلقاهم مثلا واحد نقوله مثلا من جابس، واحد من مستير، واحد من بنزرت، واحد من نابل، نلقاهم ولو يعرفوا بعضهم ولو يراسلوا في بعضهم ويبعثوا لبعضهم في السيريات، نلقاه جاوبوا والجواب متاعه صحيح. منها أكل انتراكتيفيتي ما بين التلامذة، رغم التلامذة منا قادرين باش معناها زادة كيف يقدموا لبعضهم الحلول. دونك احنا باش نعملوا لهم دي جروب دو كات، وهما يتفاعلوا مع بعضهم في وقت معين يتفاهموا عليه. والا اذا كان التلميذ معناها يحب يراجع وحده هو حر، معناها نخلقوا له اسباس معناها اون ليني يراجع وحده. دونك هذه كلها امكانيات موجوده في بلاتفورم لسينا، وباش تعاونكم بالباهي بالباهي. ومن اكثر كما قلت لكم الحاجات واللي تميز منصه لسينا هي التاثير هذه والمرافقه، المرافقة اللي تخلي دائما باش يسألوا عليك ويشوفوك انت فين وصلت، فين قدمت، فين عندك مشاكل، ويحاولوا يحلوا لك المشاكل هذيك. وان شاء الله ابتداء من 23 جويليا باش يبداو لي سيونس لايف، معناها الحصص المباشرة اللي هي كما حكينا لكم المحتوى نتاعها وشنو اللي باش تعمل لنا وشنو اللي باش تعاوننا. على كل معناها في الفيديو باش تلقاو منه ارقام، الارقام هذيك اتصلوا عليها إذا كان بالطبيعة تحبوا معناها تطلبوا الانسكريبسيون وتشاركوا في منصة لسين. وأكيد أكيد باش تكونوا راضين تمام الرضا على مشاركتكم في المنصة، وأكيد باش تتحصلوا على دي ريزلتا مهمين ونجاح باهر، وإن شاء الله دائما متميزين على بلاتفورم لسينا.تن. بالنسبة للتلامذة اللي باش يشاركوا من توا باش يكون عندهم تخفيض هام، اللي باش يبداوا يشتركوا من توا في منصة لسينا.ان دونك باش يلقاو دروس و اكزرسيسات كوريجي سو فورم دو فيديو، دونك بتقنية عالية وجودة عالية. دونك بالنسبة للسيونس لايف يبداو السيونس لايف بالنسبة للمواد الثانوية يبداو في 23 جويلية، وبالنسبة للمواد الرئيسية يبداو في اوت. وكل واحد يحب يشارك باش يلقى ارقام في اسفل الشاشة، يتصل على الأرقام هذيك وبحول الله ينجم معناها يحصل على معناها اشتراك في منصة لسينا. وإن شاء الله باش تكونوا فرحانين برشا برشا بالاشتراك متاعكم، وإن شاء الله باش تحققوا نجاح باهر، وإن شاء الله دائما متميزين وناجحين على منصة لسينا.ان.